بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لحبايبنا الحلوين النهاردة جايبين فيديو للأطفال، عندنا ملابس أطفال بناتي وولادي آخر جمال، عالم ديزني كله بقى النهاردة هنتفرج عليه، والحاجات القمر والأميرات والأسعار حلوة جدا، ولا الخامات يا جماعة ممتازة. شايفين الشراب العسل ده سعره حلو قوي، هتشوفوا طبعا، وعلى فكرة في شحن لأي مكان. هندخل بقى نتفرج، وكمان مش هننسى في جزء كده معمول للكريسماس، يعني كلها بيجامات للكريسماس، وكمان في سويت بانس وفي حاجات حلوه قوي. يلا بسرعه ندخل على الفيديو، بس ما تنسوش اللايك. النهارده يا جماعه عند مول اللاجيتيه، مول اللاجيتيه احنا دلوقتي في الابراهيميه، ده شارع اللاجيتيه. مول اللاجيتيه هتمشي شويه لو جايه حضرتك من عند الترام، هتمشي وهتعدي كاربت سيتي، وهتعدي في كمان مستشفى كمان في الطريق، وبعد كده هتلاقي مول اللاجيتيه. لو جايه برده من ابو قير هيبقى قريب جدا على فكره، لو جايه من ابو قير هيبقى اقرب. انزلي على قمه اللاجيتيه وقولي له، او قولي لاي حد فين سنتر اللاجيتيه او مول اللاجيتيه. هنطلع بقى دلوقتي ونشوف المحل اللي جايين نصور فيه. ادي اهو دخلنا مول اللاجيتيه ان شاء الله، اول دور باذن الله اهو السلم، هنطلع اول دور هو. تمام، هنطلع ونشوف المحل معايا، هو المحل الفشنة ده. احنا جايين نعمل جوله من عنده النهارده، بامبيني. تمام، هندخل بقى نعمل الجوله، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، انا شايفه حاجات حلوه اهي، ونبتدي على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك، عامل ايه؟ ايه المكان المبهج الجميل ده؟ الله يخليك، ربنا يخليك. سمعنا، ربنا يبارك لك. بامبين النهارده بقى عامل خصومات جامده وعروض حلوه. بامبين النهارده هيوريكم تشكيله كبيره جميله متنوعه متفاوته الاسعار والموديلات، اللي بتبتدي من اول سنه او من اول 6 شهور لحد 14 سنه، حد تمام السن المحدد. حلو قوي. طبعا احنا عندنا توصيل لاي مكان، عندنا توصيل لاي مكان، عندنا امكانيه دفع بالفيزا لو حضرتكم شرفتونا هنا في المحل. احنا تمام، بنفتح جميع ايام الاسبوع من الساعه 12 الظهر لغايه كام؟ لغايه 10 بالليل. تمام، نبتدي طول الاسبوع. اتفضل بقى حضرتك، استعرض لنا الحاجات الحلوه القمر دي. هنبتدي بسيشن ده، هنبتدي بالسيكشن بتاع البناتي. احنا عندنا أيوة. بناتي الموديلات مثلا، كل معظم الموديلات عندنا ميلتون قطن متبطن، متبطن من جوه. حضرتك شفتي؟ ايوه انا شفتها بنفسي والله قبل ما اصور حتى. يعني عندنا الموديل ده مثلا في منه لونين، ده بيلبس واحد واثنين وثلاثه، يعني سنه وسنتين وثلاثه، سنه وسنتين. وده ثمنه ب 135 جنيه بس. 135 جنيه. حلوه. موديلات ثانيه زي الموديل ده، بص حضرتك شايفه يا جماعه، ده بقى الاثنين مشجر، البنطلون ده اوفر برنت. ايوه ده ب 160 جنيه، ده بيلبس سنتين وثلاثه واربعه. حلو قوي. وفي منه الشكل ده والشكل ده، سنتين وثلاثه واربعه. في منه الاشكال، شايفين طبعا الالوان مبهجه، أيوة. وفي نفس الوقت ايه، حاجات جديده تفتح نفس الطفل حتى كده. احنا اهم حاجه يبقى الطفل بيلبس وهو مبسوط. تمام، مثلا ده العروسه. ايوه العروسه ده في منه ثلاث الوان مثلا، ده برده سعره 135 جنيه، واللي فات يا استاذ 135 برده. ده 160. ده 160. تمام، 135 جنيه. حلو قوي. مفيش الا الروز والبيستاج ولا في الروز وبيستاج، وعندنا اللبني كمان. ده كويس ده، حلو قوي. تمام، الله ينور. بيلبس لحد 6 سنين. الله ينور. عندنا 2 4 6 منه. طيب ايه تاني عندنا؟ عندنا تشكيله كيتي. كيتي ايوه، البنطلون بتاعه. بصوا البنطلون والقمر بتاعه. طبعا مش عايز اقول لكم عن الخامات، وطبعا ما حدش يعني ايه يبقى في ثقه في حكايه الطباعه، الطباعه دي ما بتطلعش. ايوه، ولا اللي بيحصل لها تقشير ولا اي حاجه خالص. الله ينور. والاختبار بتاع طالما ما حصلش تشقق كده، ايوه، يبقى تعرفي ان ده ما بتطلعش في الغسيل. ما بتطلعش في الغسيل، في منها الشكل ده وفي منها الشكل ده. الله، دي جميله قوي برده، عسل قوي. وفي منها الشكل ده، ودول سعرهم، دول بيلبسوا من 1 2 3 لحد 4 سنين. تمام، ودول ثمنهم 180 جنيه. 180 جنيه. تمام، حلو قوي. عندنا برضو مجموعه من السالوبيتات. السالوبيتات دي طالعه موضه قوي وترندي قوي للاطفال بجد. قوي وكلها اشكال. الله، يعني ينام بيها، تنام بيها كده تتدفى. دي حاجه يعني، دي من جوه ومن بره، طبطينه من جوه ومن بره. طبعا ده ايه، قطيفه كده، شوفي. ايوه، متبطنه يا جماعه من جوه ومن بره اهي. منها اشكال كتير. دي سن كبير مش كده؟ دي عندنا منها تلبس لحد 10 سنين. لحد 10 سنين. 11 سنة. على حسب جسم البنوتة برضه. أربع خمس سنين. بصوا بقى ده، بصوا الوش جميلة أصلا. جدا. دي جميلة جدا. جميلة جدا ده. ما شاء الله. وبرضه كلها حاجات متبطنة من جوه ومن بره وبتدفى الجبنة. تمام. بكام بقى السالوبيت؟ دي سعرها 180 جنيه. أيوه. السالوبيتات اللي هي المقاس الأصغر صغيرة. سعرها 140 جنيه. تمام. ميل اللي هو كل الأطفال بتحبه. أيوه، اليونيكورن. اليونيكورن. أيوه. ده بيلبس لحد 8 سنين، من 3 سنين ل 8 سنين. من 3 ل 8.
عندنا اهو الجراي وال والموف الفاتح ده حلو قوي. ده تمام. ده ثمنه 175 جنيه. 175 جنيه. عندنا شلبي. ايوه. ده برضو من دابس من 3، عندنا منه مقاسات من 3 ل 8. شايفك جمال جميل شلبي اصلا. اشكال جميله واضحه. تمام. ثمنه برضو 175 جنيه. تمام. عندنا حاجات كده. الاميرات بقى. بصوا يا جماعه البنطلون حتى كل البرنسيسات اللي موجوده اهي. وبالجليترز معمول وحاجه. أيوة. حاجه جميله جدا. لا حاجه عظمه بصراحه. الوان لونين في منتهى الجمال والشياكة على بناتنا. بصوا الجمال بقى الحلاوة دي. أيوة تمام. ده تمنه 175 جنيه. 175 لغاية سن كام قلنا؟ ده لحد 8 سنين أو 9 سنين. تمام. عندنا حاجات كده ميلتون برضو. ده ميلتون كل الشغل ده ميلتون. تمام. ميلتون متبطن من من جوه ومعظمه يا إما طباعة ثابتة يا إما في جزء بيبقى فيه تطريز كمان. في كمان هي حاجات بارزة كمان. في تطريز. ده في منه الوان وده ثمنه 155 جنيه بس. 155 بيلبس لحد 8 سنين برضه. لغاية برضه 8 سنين. حلو قوي. الجميلة دي بصوا بقى الحاجات الجديدة دي. الحاجات الجديدة دي ده لحد 10 سنين ستيتش. شايفين البنطلون جميل قد ايه؟ يعني على فكرة في ناس بتخرج بالهدوم دي. ايوه فعلا. يعني دي بنبيعها لأنها ترنجات بيت، بس هو في ناس بتخرج بيها من كتر جمالها وشياكتها وان هي متميزه جدا في الايه في اللبس. عندنا دي كمان شكل تاني. شكل جميل جدا منتهى الجمال. الالوان بصراحه جميله يا جماعه. هي يعني انا عايزكم تشرفونا بس وتشوفوا الشغل على الطبيعه. يمكن كمان احنا بنصور لايف بس الحقيقه كمان اجمل بكتير فعلا. عندنا حاجات زي دي كده ثمنها 135 جنيه. دي فيها ستراس بقى. فيها الستراس. ايوه. دي بتلبس لحد 8 سنين. تمام. دي بثمنها 135 جنيه. 135. احنا عندنا يعني الاسعار من اول 135 اغلى حاجه عندنا 250 جنيه، ده اللي هو المحاير اغلى حاجه. تمام. فده يعني يعتبر ده متوسط اسعار اقل من اي متوسط حاجات زي دي. بصوا بقى هنعلى بقى شويه. هنعلى شويه. النحله دي. النحله دي في منها لونين حلوه قوي، ودي بتلبس برده من 3 لحد 8 9 سنين. شايفين البنطلونات عامله ازاي؟ البنطلون يعني عليه النحله. وريني كده البنطلون. البنطلون بصوا يا جماعه على النحله دي. تمام الله ينور. كل دي اوفر برنت. ايوه. سبت ده ثمنه 175 جنيه، مش غالي زي ما انتم فاكرين. لا ثمنه 175 جنيه. عندنا باكز باني. ايوه نفس الموضوع. الباكز باني في منها لونين ثمنه 175 جنيه. وسنه بقى سنه من 3 لحد 8 سنين. لغايه 8 سنين. الله ينور. طيب حلو عندنا قوي. بقى الشغل بتاع البولار. البولار ده حلو قوي برضه. يعني دي مش دفايه، ده فرن فعلا. بان هي بولار وشين مستورد جوه وبره. في منه اشكالين شكلين. في الشكل ده بتاع يونيكورن. بتاع يونيكورن. وفي الشكل ده بتاع ميرميد. تمام. برضو ده الحال بتلبس من سنتين لحد 10 سنين. من سنتين لعشر سنين. وبكام ده بقى؟ ده 180 جنيه. تمام. عندنا حاجه زي كده، دي فتيات القوه دي برضو. ايوه الشخصيات كل حاجات الكرتون جايبينها لكم هنا. كل شغل الكرتون. مش محتاجين تتفرجوا على اي قناه. ايوه انتوا تتشرفونا تشتروا بجمالها. كام بقى دي؟ ثمنها 185 جنيه. تمام. دي في منها مقاسات لحد 10 سنين. لحد 10 سنين. مفيش منها الا لون الروز بس ولا في لون تاني؟ دي في منها روز بس. تمام. تمام. ايوه. عندنا الشغل ده بتاع مصنع كبيره جدا. ايوه بصوا يا جماعه ده البينك بانسر ده. أيوة. ده شخصيه من الشخصيات برضو كلها طبعا شغل. بونجور منامور يعني. ايوه بالظبط كده. وده الشكل الثاني بتاعه. ده ثمنه بس 160 جنيه. 160 سواء ده او ده. ده بيتلبس من سنتين لحد 10 سنين. تمام. من سنتين لعشر سنين يا جماعه. هنيجي بقى في بقى الشغل اللي هو بتاع اكبر شويه اللي هو حلو قوي المحيرات بقى. ايوه عندنا حاجات كده. ده سن ده يعني سن من اول 7 سنين لحد 10 او 12 سنه. تمام. شغل جميل جدا. شايف حضرتك؟ لا حلو. السويت بانس كده كمان جميل. هو بالظبط السويت بانس ده اصلا يتخرج بيه. يتخرج بيه فعلا. يعني هو في ناس طبعا اللي هي بيبقى عندها دروس وعندها. أيوة. بتزور على او بتروح النادي او كده بتلبس الحاجات دي. ده 175. وعندنا برده الشكل الثاني النايكي. ده برضه نفس القصه. ده مش ده تطريز. ايوه دي تطريز. ده تطريز. ما بتطلعش في الغسيل. لا 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 ده تطريز. شغل عالي جدا يعني. عندنا السيمون وعندنا السيمون وعندنا الفستقي. ده ثمنه 175 جنيه. 175. حلو قوي. ايوه سن الاكبر بقى. سن الاكبر عندنا من اول مقاس 10 لحد 14. ده برضه حاجات حلوه. دي اللي هي سن المحير.
عاملين كده زي البيجامات بتاعت ماكس وسنتر بوينت، الحاجات الحلوه دي. اه يعني فعلا هي عامله زيهم، والله. بس طبعا احنا اسعارنا مختلفه خالص. طبعا دي 225 جنيه حلوه قوي. دي ميني، دي انا عايز تشوفوا بس يعني الشكل العام بتاع البيجامه بيبقى شكله ازاي. دي كده البيجامه والبنطلون كله ميني وسويت بانس كده. تمام. دي بكام قلنا؟ دي 225. 225 الاشكال دي. ايوه بطيط وميني ده. ايوه اهي برضو من 10 ل 14 سنه. تمام من 10 ل 14 سنه. اه وفي منه لونين، هو واللون الاحمر بتاعه. تمام البنطلون بتاعه برضو اهو حلو قوي. في الكيتي، الكيتي ده برضو بيجامه من البيجامات الجميله جدا من 10 ل 14 سنه. تمام دي في منها لونين، اللون ده ولون الموف. في بقى ده من 12 لحد 18 يلبس لحد 15 او 16 سنة. حلو من 12 ل 18 شيك قوي. شايفين يعني دي فعلا يعني بجد الفيونكات القمر دي حاجات يعني فعلا. على فكره يا جماعه شوفي بس الخامه، الخامه والله كنت لسه هقول الخامه تحفه على الطبيعه، وكمان الاسوره دي كمان بصراحه اخر جمال. الله ينور يعني فعلا في منتهى الشياك. في منها ده ب 250 جنيه، ده ميتين... طبعا بيلبس سن اكبر، سن اكبر، وده برده سن كبير، وده سن برده كبير لحد بيلبس لحد مقاس شايفه حد برضو مقاس 18. بصوا يا جماعه عليه ويني اهو، ويني وفجله. يعني تمام خلاص كده بالنسبه لي يعني احنا خدنا لفه سريعه كده او جوله. أيوة. سريعه بالنسبه لملابس البنات. عندنا كمان كل انواع كولونات صوف. أيوة. 55 جنيه. كولونات قطن مبطن ب 45 جنيه. إيه لغايه سن كام؟ دي لحد سن 12 سنه. تمام عندنا من سنتين ل 12 سنه. وايه الشرابات العسل دي؟ الشرابات دي اللي هي الموضه، إيه اللي هي الشيفون من فوق. ايوه جميله قوي بصراحه. ده مجموعه برضو عندك من اول سنه لحد 10 سنين، دي ب 15 جنيه بس. 15 جنيه حلو. كل اشكال ديزني برضو ب 15 جنيه. تمام. والشغل برضو بتاع الكريسماس. أيوة ب 15 جنيه بالوانه كلها. شرابات الكريسماس. شرابات الكريسماس. تمام. طيب احنا هنخش بقى الولادي. الولاد. الولادي عندنا برضو مجموعه كبيره جدا. هنبتدي بالموديل. تمام. الموديل ده حلو قوي. قوي. ده سنه وسنتين وثلاثه، ده سعره 135 جنيه. ولادي. ولادي. في الدفايات الشيك قوي دي. أيوة. قوي. دي في منها لونين، اللون ده واللون النبيتي. الفكره برضو الدفايات دي بتلبس ولادي وبنات. تمام. يعني بيبقى ولادي بيلبس وبنات. ايوه. بيلبس. بكام الدفايه؟ 160 جنيه. 160. الجول ده. كوره. شيك قوي. حلو قوي. ده ب 160 جنيه. ده لغايه سن كام؟ ده 2 و3 و4 سنين. تمام. طيب الاشكال دي بقى من سنه لحد 4. يعني سنه وسنتين وثلاثه واربعه. الجمال ده 180 جنيه. الله ينور. بس القصه شايفين ده؟ انا عايزكم تشوفوا ده. حلو قوي ده. يعني فعلا هي تشكيله انت تحتار ان انت تاخدي ايه ولا ايه؟ والخامات يا جماعه ممتازه. الله ينور. كل ده. دول من سن كل دول من سن واحد لسن اربع سنين. اربع سنين كده. وسعرهم قلنا كام؟ سعرهم 180 جنيه. 180. عندنا حاجات برضو من ست شهور. ايوه. لحد سنتين. تمام. اطقم من ست شهور لسنتين. سنتين. دي تمنها 150 جنيه. 150. منها كذا لون. كلها حاجات طبعا صحيه و... جدا. كلها قطن 100%. ويعني احنا الحمد لله عندنا زبائننا بقالهم سنين بياخدوا منها ومفيش حد اشتكى عمره. ولا هنلاقي مثلا اللي هو الماشين ده. في منه شكلين حلو قوي في اللبس ده برضو. البنطلون بتاعه تحفه. ده لغايه سن كام؟ ده من 3 لحد 8 سنين. من 3 ل 8 سنين. الله ينور. تمام. خلاص بقى اللي هي زي سبايدر مان والحاجات دي. ولا ده سوبر مان ده ولا ايه؟ لا ده سبايدر مان. ايوه. في منه لونين، اللون ده واللون ده. الجراي والاحمر. ايوه. في تاني كورة البابا. تمام حلو قوي ده برضو. بكام بقى دول؟ ده 175 جنيه. 175 جنيه. تمام. عندنا بقى الكارز كمان موجوده. الكارز موجوده ب 175 جنيه. ايوه. عندنا تشكيله برضو من البيجامات اللي هي الباكز باني والتومان جيري والباتمان. تمام. بنطلوناتها الجميله كل دي تمنها 180 جماعة جنيه. جماعه التشكيله رهيبه. رهيبه. يعني احنا مش ولادي. عايزين احنا طبعا في بقى شخصيات زي ماريو. ايوه موجوده اهي كمان. ماريو موجود معانا ده ب 135 جنيه. ماريو حلو قوي. عندنا الشغل البولار. البولار برضو الولادي. البولار البولادي. سبايدر مان. سبايدر مان وباتمان. وعندنا باز يطير كمان. ايوه باز يطير. عندنا فين انت مظبطينهم خالص. ما شاء الله. وفي سلوبيتات كمان للولادي. سلوبيتات للولادي زي ما شفنا للبنات. في سلوبيتات برضو للولادي نفس القصه. بكام بقى؟ دي ب 180 جنيه. تمام. والمقاسات الصغيره اللي هي زي نمور. بصوا كانه لابس نمور. وزي الارنب. الارنب ده. ده ب 140 جنيه. 140 جنيه حلو قوي. تمام. الله ينور. احنا استعرضنا الولادي. ايوه.
تمام حلوة قوي. ادي دي تشكيله برضو تانية، المحير وكمان في المحير. المحير في موديل زي ده كده، ده بيلبس من 10 ل 14 سنه. تمام. منه لونين، الاحمر والكحلي. تمام. في حاجه زي دي كده اللي هي هاري بوتر، في منها لونين. تمام. في حاجه زي ده كده اللي هي سبايدر مان. ده السبايدر من غير مان. ده سبايدر بس كده. ايوه تمام. وفي طبعا تومي اللي هو مفيش غنى عنه يعني. ايوه شخصيات حاجات زي التومي. أيوة. ماركه التومي. بص يا جماعه موجود عندنا دي ب 175 جنيه. 175 محير الولادي ده ب 225. تمام. في بقى سويت شيرت. في سويت شيرتات عندنا تشكيله من سويت شيرتات من سن سنتين ل 8 سنين. من سنتين ل 8 سنين. كل دي سويت شيرتات. كل دي سويت شيرتات بسوسته بكابيشون. ايوه. وطبعا ده متبطنه في الكامل من جوه زي. حتى الكابيشون بتاعها متبطن. دي طبعا بتدفي جدا. بص منها الوان مميزه جدا زي المستردة، زي البينك، زي الموف، زي النبيتي، زي الاخضر، البستاج، زي الجراي. تمام. دي بقى اسعارها كام؟ دي اسعارها 200 جنيه بس. 200 جنيه. 200 جنيه بس. تمام. ده بالنسبه للسيشن. ده بالنسبه للسيشن. بالنسبه برضو للحاجات اللي هي ديزني، عندنا برضو حاجات ديزني زي دي، الكورس دي، زي الكورس دي. أيوه. دي لاولادي برضو من 2 و3 و4 سنين. حلو. شايفين الجمال؟ خلاص حلو قوي. وفي بنيكي، وفي منها بناتي يونيكور. ايوه. وبرضو الميني، وفي حاجات كده الحلوه دي. تمام. دي ثمنها برده 200 جنيه. حلوه قوي. بصوا بقى يا جماعه، بمناسبه السنه الجديده، بمناسبه السنه الجديده بقى، كل سنه طيبين وكريسماس سعيده على الجميع وسنه سعيده على الجميع. احنا منزلين موديلات سويت شيرتات. ايوه سويت شيرتات كلها كلها ملت ومتبطن من جوه. حلوة. كلها كريسماس. 6 موديلات، يعني الموديل ده ادي موديل وادي موديل، وده من سنه من 6 ل 12. من 6 ل 12. ادي موديل. وده بابا نويل. بابا نويل بابا نويل إيه؟ كمان على فكره بارز. بارز. ايوه سانتا مكتوب عليه سانتا. ايوه. وهنا ماري كريسماس. ايوه. في دول. ايوه الحاجات دي اللي بتبقى بنايس طبعا الكريسماس. يعني ده حاجه خاصه بالكريسماس. وكمان ولادنا اللي عندهم حفلات في المدارس، في المدارس بيطلبوا منهم. ده ثمنه 160 جنيه. عندنا كمان تشكيله ثانيه من السويت شيرتس اللي هي من سنه 6 لسن 6 لحد 10 سنين. ايوه حلوه قوي. ده بكام بقى؟ ده 235 جنيه. وحاجات الكريسماس بكام يا استاذ؟ حاجات الكريسماس 160. 160. تمام. وعندنا برده البلاي ستيشن ده. ده بسوسته وكله متبطن في بالكامل. ده بالنسبه لولادي. بالنسبه لبناتي عندنا اليونيكورن. تمام. وطبعا دي السوسته دي من الجنب كده، من الجنب حركه معوجه بقى، حركه معوجه كده. وعندنا برده ده. ايوه الحاجات الحلوه جدا برده لبناتي. بصراحه تشكيله روعه حلوة. دي كلها اشكال. دي بقى ايه، بجامات ولا سويت شيرت؟ سويت شيرت. سويت شيرت. كلها سويت شيرتات خروج. تمام. حلوة قوي. كام بقى دي؟ اسعارها 150 جنيه. وفي منها بنطلونات كمان. في عندنا سويت بانس. ايوه موجودة. فرداني. سويت بانس ده. ايوه. ده في منه لونين، اللون ده ولون الجراي. جراي والكحلي اللي هم اصلا بيزك يعني. بيزك. وده سعره 120 جنيه. وفي تاني. ايوه. سعره 150 جنيه. تمام 150. حلو قوي. ده في منه 3 الوان اللي هو الاسود والجراي والكحلي. عندنا الثانيه مجموعه ثانيه من اللي هي اللي تعتبر عليها شخصيات. بكام بقى دي؟ ب 75 جنيه بس. ب 75 جنيه السويت بانس بس. بقى ايه حاجه اخر شياكه بصراحه. يعني في الابيض كمان ده حلو قوي. تمام. الله ينور. بصوا يا جماعه شكله عشان برده تبقوا شايفين. حلو قوي. تمام. عندنا كمان في الليجنز كمان متوفره. الليجنز بتاع ديزني. ايوه كلها دي من سن سنتين لحد 6 سنين. تمام. ده ثمنها 75 جنيه. الله ينور. وفي طبعا احنا هتشرفونا ان شاء الله او نختمها بقى بالعروض الحلوه الوايت فرايداي. ايوه يعني المتابعين الله يخليك يا استاذ متابعينهم. احنا عندنا سويت شيرتات من سن سنتين. ايوه لحد سن سن كبيره. ايوه السويت شيرتات دي عاملين عليها عرض 75 جنيه. ده بقى العرض النهارده. السيشن ده اي سويت شيرت في هنا ب 75 جنيه من سن سنتين لغايه 12 سنه. واشكال كتيره واشكال غير واشكال كتير قوي. يعني ايه يعني كلها كل يمكن تيشيرت ليه شكل حلو قوي. تمام. ودي ترنجات دي ولا ايه؟ دي ترنجات بس دي تعتبر الجزء بتاع اخر قطعه بتاع يعني الموديلات اللي عندنا بقى منها قطع زي. أيوة. دي مثلا. تمام. يعني طبعا ما تقلش حاجه كلها هي بس جميلة. هي خلصت خلاص يعني. بس خلصت فاضل منها قطعه فبنعرضها هنا. دي بكام؟ لا دي نفس السعر. نفس هو السعر. نفس السعر 175. حلو قوي. تمام. عندنا كمان عاملين عرض. بصوا يا جماعه في عرض على ده حلو قوي. ده ده جاكيت يدفي. ده جاكيت يدفي وبتروحوا بيه النادي. في منه الوان كتيره. ده ب 145 جنيه بس. 145 جنيه. الله ينور. الوايت
مدام منى ومتابعينها. متشكرين جدا، احنا بنشكر حضرتك جدا يا استاذ اسامه، ربنا يخليك. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.